التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، وحركة جديدة وشوط اخر يتجدد بين الحين والاخر، وهو الشوط الثالث في مجموع اشواطنا، او الثاني عفوا في مجموع الاشواط المقررة ب 12 شوط في صباحي هذا اليوم، خصصت جميعا لهجن ابناء القبائل والفئة، فئة الحجايج، والمسافة 3 كيلو مترات. الشوط يتحرك بوزن الجعدان لأبناء القبائل، نتابع السراب سعيد بن مؤيد بن سالم بن حمود الاجتبي بن يقدم لنا سراب بالمركز الأول، أما المركز الثاني مياس حميد بن محمد بن سالم الزرعي من يأتي على المركز الثاني، والطليلي من يأتي ثالثا، عتيج بن سعيد المقعودي الفلاسي، والمركز الرابع مشاكل محمد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة، نقلة تالية إلى المركز المركز نشوف هنا بن رفيعة من يأتينا بالرفيعة على المركز الرابع، من مدون عندنا باسم بالرفيعة ولكن يحمل شعار بالضبيعة، المركز الخامس فهنا مياس بسلطان ابو نواس، والمتابعة من المركز السادس الوصول من سراب عمر بن علي بن عبد الله الشحي، نقلة تالية الى المركز السابع، وسابع المراكز شاهين محمد بن راشد بالضبيعة، المركز الثامن نشوان سعيد بن سيف بن علي ابن كليب، والمركز التاسع اشوف وارى ايضا يتقدم شاهين سعيد بن سيف بن علي ابن كليب، والمركز العاشر يتقدم شاهين احمد بن مبارك ابن مرخان. هذه المراكز الاولى يا متابعين يا مشاهدين يا الزرعي ويا سعيد في موقع واحد، ولكن طليلي المقعودي الظاهر انه بيشكل خطوره مو بالله بيشكل خطوره، وصل الطليلي ويبغي المتابعة العتيج بن سعيد بن المقعودي من يتقدم مع الطليلي بالمركز الثاني، المركز الثالث سعيد بن مايد بن حمود، المركز الرابع من قادم نقول القادم اللي هو شاهين محمد بن راشد بضبيعة بالمركز الرابع، والمركز الخامس سراب العمر بن علي بن عبد الله الشحي. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، نروح ونرجع مع الزرعي، مع مياس حميد بن محمد بن سالم الزرعي، يلا يا الزرعي كمل المشوار، الكيلو الأخير يا متابعين يا مشاهدين، الطليلي هاجم، وهناك ايضا الهجوم من شاهين محمد بن راشد بضبيعه من يتقدم الى المركز الثالث، المركز الرابع صوغان سالم بن سلطان بن عجيل، هذه الاسماء، هناك ايضا ملفت علي بن محمد بن سعيد بن حميدان، وصلنا مع ملفت ولكن الصراع، الطليلي الى الامام، يا المقعودي، يا عتيج، روح يا عتيج روح الى الناموس، كمل طلع العصام الابطان يا سلام يا سلام، يرقص على ارضيه الميدان وعنده المزيد لا تكلمه يا سعيد ما شاء الله. نعم هذا المطلوب خلاص قدم بما فيه الكفاية، ويحمل معاه رقم مميز، يحمل الرقم واحد وهو في المركز رقم واحد، ونحن نقول واحد والطليلي رقم واحد، ون المقعودي نمبر ون. سلام يا المقعودي، سلام يا أهل الهباب، سلام عليكم على هذا الانتصار الذي تحقق مع طليلي العتيج بن سعيد المقعودي، تهانينا والف مبروك على هذا الانتصار الذي تحقق مع طليلي في هذه الجولة، المركز الثاني وصول من خوم سعيد بن علي بن رشيد، المركز الرابع الزرعي، والخامس بن حميدان، الرابع حميدان والخامس بالضبيعة أظني، وصلنا على المركز الخامس محمد بن راهد بالضبيعة. توقيت الزمني 4:32 هذا هو التوقيت الزمني الذي تحقق مع الطليلي، تهانينا والناموس.